كل شخص لازم يتعلم ازاي يقدر يبرمج، لان البرمجة بتعلمنا ازاي نقدر نفكر، ده غير انها بتعلم مهاراتنا في حل المشاكل. يعني باختصار البرمجة دلوقتي من اهم لغات الحياة. البرمجة هي من اكتر المجالات اللي بتتطور في وقتنا الحالي، يعني انك تستثمر في تعلم البرمجة من انجح الاستثمارات، لانها من اكتر المجالات المطلوبة في سوق العمل، وبتضمن لك راتب اكبر سواء في شركات ستارت ابس او مالتي ناشونال جوه مصر او بره مصر. انت كمان ممكن تنافس فكرة مشروعك الخاص بمجال البرمجة، او تدخل على ويب سايتس الفريلانسنج زي الاوديسك والابورك وتشتغل من البيت وتحقق عائد مادي كويس جدا. لكن عشان تكون مهندس برمجيات شاطر، اول حاجه لازم تتقنها هي لغه السي بروجرامينج، لانها هي السوفت وير الاساسي اللي بيتعامل بشكل مباشر مع الهاردوير والاوبريتنج سيستمز. يعني باختصار هي اساس برمجه كل الصناعات الحديثه في حياتنا الحاليه، ابتداء من الموبايلات والاجهزه المنزليه وحتى السيارات. انا المهندس علي شوقي، بروفيشنال سوفت وير انجينير في امت ليرنينج، واحد من الار ام دي تيم المحترفين فيها. هنبدا نتعرف مع بعض على السي بروجرامينج من البدايه والحد الاحتراف، وهنتعلم ازاي نستخدمها اننا نعمل كونسول ابلكيشنز على الديسكتوب زي المحترفين. الموضوع مش صعب لكن محتاج تركيز. الكورس ده مناسب لكل الناس المهتمه بمجال البرمجه، فمش لازم تكون طالب او خريج هندسه او حاسبات ومعلومات او حتى عندك خلفيه عن البرمجه. ده غير اننا عاملين شغل عمل كتير واختبارات عشان نتاكد انك اكتسبت خبره السوق، وفي الاخر بتعمل مشروع كامل بلغه السي. ما تنساش النوت بوك عشان تكتب ملاحظاتك والاسئله اللي محتاج حد مختص يساعدك فيها. ابعت لنا واكيد هنرد عليك في اسرع وقت، او نعمل ميتنج في الشركه او اونلاين عن طريق برنامج زوم. امت ليرنينج خبره اكتر من 10 سنوات في تاهيل الطلاب في مجال البرمجه وتكنولوجيا المعلومات في مصر والعالم العربي، والمركز التدريبي الوحيد الحاصل على شهاده الايزو 9001 في جوده العمليه التعليميه. ده غير انك لو اكتست الكورس بنجاح بتاخد شهاده معتمده من امت.